السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشخصيات العلمية المؤثرة في التاريخ العماني وفي المدرسة الإباضية شخصية الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي رحمة الله عليه. وكثير من الناس يسأل عن المصدر الذي يمكن أن يرجع إليه للقراءة عن هذه الشخصية، وحقيقة لأن هذه الشخصية من الشخصيات التي تعلقت بها وتعلقت بمؤلفاتها، قرأت بعض من كتب في سيرة الإمام السالمي، ولكن أوسع كتاب قرأته في هذا المجال هو هذا الكتاب للدكتور مصطفى بن محمد شريفي، أظن في جامعة نزوة، هكذا سمعت والله أعلم. اسم الكتاب نور الدين السالمي، مجدد أمة ومحيي إمامة، مجدد أمة ومحيي إمامة. أصلها أطروحة ورسالة علمية تناولت جوانب كثيرة من شخصية الإمام السالمي. ما يميز هذا الكتاب أن صاحبه اعتمد على خمس رسائل أو خمس تراجم تحدثت عن هذا الإمام الكبير بالإضافة إلى المصادر الأخرى، فجمع بين من يعتبرهم من الموافقين والذين يسيرون في طريقة الإمام السالمي أو من المعجبين، والطرف الآخر من الذين يمكن أن نقول بأنهم يحملون نوع من الخلاف أو العداء مع هذه الشخصية. فهذا البحث وهذا الكتاب هو أقرب للموضوعية في دراسة بعض القضايا حول شخصية الإمام السالمي. حقيقة أنصحكم بقراءة هذا الكتاب لمن أراد أن يعرف عن الإمام السالمي، حتى الترتيب الزمني للمؤلفات، حتى طلبة الإمام السالمي. نعم، وجد هنالك بعض الإشكاليات في المناطق التي كان يذكرها في الكتاب، لكن هذه لعل لأنها خارج عن عمان، ويعني ليس عمانيا، لكنه درس شخصية الإمام السالمي بموضوعية عميقة ورائعة حقيقة. فهدف هذا الكتاب إلى إجلاء الغموض الذي يكتنف جوانب من شخصية الإمام السالمي وأعماله التاريخية، وتصحيح بعض الرؤى. حتى حقيقة من هذه الفكرة يعني وجدت بعض الأشياء قد لا تفهمها إذا كانت منزوعة من سياقها التفسيرية، ويعني يفسر الإمام السالمي فعل كذا لأجل كذا، لم يفعل كذا لأجل كذا، ويربطها ببعض المقاصد الشرعية وبعض الأحكام الشرعية. فهذا رائع جدا في بعض المواقف التي وقفها الإمام السالمي. كذلك الاستفادة من دراسة التاريخ ومحاولة تفعيله ليؤثر في أرض الواقع، إذ لا فائدة في علم لم يثمر عملا صالحا. استثارة همم الباحثين بإيراد بعض الإشكالات، يعني مثلا في آخر الكتاب، أنا قرأت الكتاب أكثر من مرة ودائما يعني تشدني فيه بعض القضايا أكثر من مرة، يعني لما تقرأ الكتاب أكثر من مرة تستوقفك بعض القضايا. مثلا أعطيكم إشكال أورده في خبر وفاة الإمام السالمي. كلنا يعرف بأن وفاة الإمام السالمي كما تشير المصادر القديمة والمراجع الحديثة أن سبب الوفاة هو أنه خرج من بيته إلى الحمراء لمناظرة الشيخ ماجد بن خميس العبري في قضية الأموال الموقوفة لقراءة القرآن على القبور، وفي الطريق صدعه غصن شجرة أنبا. طبعا هذا هو المشهور وهذا هو المعروف، فسقط الشيخ السالمي من راحلته على ظهره وكان وهي القوى، فنقل إلى تنوف حتى توفي في الخامس من ربيع الأول. طبعا هذه هي الرواية المشهورة التي نعرفها، لكن حتى أبين الإشكالات يعني طريقة المؤلف في إيراد بعض الإشكالات ومناقشتها مناقشة رائعة جدا، تقرأون تفاصيلها كلها بهذه التفاصيل. ذكر بعض الإشكالات ذكرها الباحث أظن خالد العزري، قرأت كذلك يتكلم عن جانب السياسة عن الإمام السالمي. هل بالفعل الإمام السالمي سدعته أو سدع كانت سبب وفاته بأنه سقط أو بسبب غصن شجرة أو أنه اغتيل؟ وذكر بعض الأشياء وحتى أنه أوردها. يقول العزري إن المتحدث أبى الخوض في مسألة وفاة السالمي إلا بعد إلحاح، وهو رجل مطلع وليس شخصا عاديا، وقد أصر على عدم نشر اسمه وهدد العزري بالوقوف ضده إن هو نشره. يعني هو يرى هذلك الشخص بأن الإمام السالمي لم تكن وفاته بهذه الطريقة، لكن على كل حال هو ذكر بعض يعني الإيرادات حول هذه القضية، لكن المقصود بأن المؤلف أورد بعض الإشكالات في شخصية الإمام السالمي. لذلك
أدعوكم إلى قراءة هذا الكتاب. أين تجدون هذا الكتاب؟ أولا تستطيعوا يعني البحث عنه في المكتبة الشاملة الإباضية، موجود بهذا العنوان، وموجود في المقدمة كذلك بيان لاسم الرسالة من حيث الأصل، لأن ما كان اسمها هكذا، نور الدين السالم يجدد أمة محي إمامة، فبعد ذلك طبعت في كتاب فأصبح بهذه الطريقة، فعندك المكتبة الشاملة الإباضية. وكذلك أنا اشتريته من جمعية التراث في معرض الكتاب، بإمكانكم تتواصلوا معهم لعل الكتاب موجود، هذه الوسيلة الثانية للحصول على الكتاب. الوسيلة الثالثة، الكتاب موجود نسخة إلكترونية PDF يتم تداولها في برامج الواتساب، فتكتب أو ترسل لبعض الإخوة عن هذا الكتاب وسيصلك إن شاء الله تعالى بنسخة إلكترونية. لا تفرطوا في هذا الكتاب، بخاصة كل من له علاقة وتعلق بشخصية الإمام السالمي. اسم الكتاب نور الدين السالمي مجدد أمة محي إمامة، لمؤلفه مصطفى بن محمد شريفي. الكتاب يقع في 500 صفحة تقريبا، تحدث فيه عن الإمام السالمي، نشأته والظروف التي عاش فيها والأوضاع السياسية التي كانت في عصره، وبعض الأوضاع الاجتماعية، وبعض القضايا الفقهية، وبعض القضايا التاريخية، وبعض الإشكالات، وقضية التأليف، ومتى ألف هذا الكتاب، وهل عمر الإمام السالمي عندما ألف أول مؤلف كان في السن الفلاني، وهل عندما ذهب إلى الشيخ صالح بن علي الحارثي كان ذهابه لأجل السياسة أو لأجل أنه يتعلم كما هو شائع، وهل هذا الأمر فيه نوع من التغطية لأجل أغراض سياسية معينة. على كل حال، كل هذه القضايا إن شاء الله تعالى ستجدون جوابها في هذا الكتاب نور الدين السالمي مجدد أمة ومحيي إمامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.